دهيشي من ظهر دهيشي. ده القطعنة اللي بتقع منك يابا أنا بلمها. شكلها هتخلص بالحب. حاطين باسيلي في دماغهم حطة سودة. ده بقول لك قلب بيته كنيسة. استغفر الله العظيم. يبقى يستحق. احنا اللي بنعمله ده يا دياب لوجه الله. ونعم بالله ونعم بالله. ويا ريتنا يابا عايزين ناخدها فردة ولا فتونة. احنا عايزين نشتري نشتري. اي نعم بتمن بخس بس عايزين نشتري. احنا كده في امان يا دياب. انا مش صعبان عليا في الليله دي غير ابو نهرو. يا ابو نهرو ايه سيبك منه. انا موتته مرتين قبل كده. الله يجازي اسطانك يا سعد يا ملو العين. يا ما عدتيش ملو العين خلاص. الولايه بانها كبرت وخرفت. لو وحتنا بنت الملوحه نقلت المكتب من غير ما تاخد رأي. ليه يا سعد ليه؟ ده انا بقالي 30 سنه مد ظهري للشباك. حبيبي حبيبي يا منير حبيبي. كنت عايز اشوفه. عايز ابص له البصه الاخير. هو ده المكان اللي كان بيقعد فيه يا حبيبي. يا رب اكون وقعت. الف حمد لله. والله اتفاجئت اتفاجئت. الحمد لله الحمد لله على السلامة. انت لسه عايش عايش يا ابو نهرو. الحمد لله الحمد لله على السلامة يا راجل يا طيب. الله يسلمك يا ضروان. خطوة غريبة. انت اخر واحد اتخيل انه ممكن يجي يزورني بعد ما موت. ايه ده معناته ايه الكلام ده يا ابو نهرو؟ بلا معناته بلا بلداته بلا كلماته. مبروك مبروك. عرفت ان انت افتتحت فرنك الجديد من يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده. مش فرن مش فرن. ده فرن. ده راجل غلبان وانا ساعدته زي ما بساعد اهل شبورة كده. لوجه الله. هتقول لي ما انا عارف يا حاج. ربنا يديك على قد نيتك يا ضرغام. أمن أمن واحد اللي يعلم إذا كنت بدعي لك ولا بدعي عليك. قالوا لي إن في عيال ولاد حرام. قال إيه هجموا عليك وضربوك وكانوا عايزين يموتوك. يا ضرغام ما تلومش عليهم. دول عيال غلابة مزقوقين. وبعدين يعني هم مش موتوني موتوني. واحد فيهم ضربني على دماغي وقعت مت شويه وبعدين صحيت تاني. مت شويه كويس كويس انها شويه بس. يلا جت سليمه الحمد لله. عيال ولاد حرام. قوي ولاد حرام قوي. ما تمد ايدك. لا انا فرحان نفسي تسدد. العيال دي اكيد مزوقين يا ضربان. ايوه ما يعملوهاش من دماغاتهم ابدا. مين يجر ويخش على شيخ البلد ويعمل العمله السوداء دي الا اذا كان مزقوق من واحد كباره ما يتخيرش عنك. في ايه ما تحسن ملافظك يا بني. لا تحافظ على دماغك انت يا ضرغام. انت دايما تفهمني غلط كده. قصدي يعني راجل كباره كلمته مسموعه كلمته مسموعه زيك مثلا زيك انت يعني مش انت لا زيك انت. زي مش انا. خالد بيه وياسر بيه منورني والله. طبعا الاستاذ المحامي منورني على راسي من فوق. اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. الحقيقه ان انا مش قادر افهم العرض اللي حضراتكم عارضينه على موكلتي بالظبط. وانا شايف ان كل الكلام اللي موجود قدامي هنا ده كلام فارغ هراء. في اسد المستشار. انا اسف. واضح ان اللفظ خاني شويه معلش. هي كلمه هراء فعلا مش لطيفه. خلاص بلاش هراء نخليها كلام فارغ بس. انا مش قادر افهم
انتوا ازاي يا حضرات عارضين على موكلتي فضيله هانم المنصوري ربنا يشفيها طبعا مبلغ لا يساوي 5% فقط من تقييم المجموعه وعايزينها تخرج من الملكيه ومجلس الاداره؟ اولا نصيبها في الميراث ده حقها واحنا ما جيناش جنبه. لا جيتوا. انتوا حاسبين الحسبه على اساس ان الميراث كله عباره عن قصر التجمع وارض المصنع بس، مش كده؟ طيب فين اسهم المجموعه يا متري؟ ما هي ليها اسهم ما تملكها باسمها في المجموعه. والوالد الله يرحمه المنصوري بيه ما كانش محتفظ باسهم باسمه في المجموعه القبضه. الاسهم كلها باسم ياسر بيه وخالد بيه. وفي تقريبا 20 مساهم. مدام فضيله ليها بس 1% من الاسهم. انا اسف يا متر بس هو الكلام ده مش دقيق. هو الوالد الله يرحمه فعلا فعلا ما كانش في اسهم باسمه، انت مظبوط. بس الحقيقه في اسهم باسم الشركه اللي تملك ارض المصنع اللي اكيد فضيله هانم موكلتي لها ورث فيه. العيال دي كانت قاصده تسرق حاجه معينه. ايوه وسرقوا حاجه؟ سرقوا حجه ارض مسيلي. صحيح. هبل ولا دهبل. بس عندي نسختين منها. هبل ولا دهبل. ده غير الاصل كمان اللي عندي. يلا. مش بقول لك حمقى؟ خيرها في غيرها. اللي سلطهم كمان. اهبل. ايوه. بص يا جلال. احنا اللي قومنا المصنع ده على كتفنا. الوالد الله يرحمه كان موضه قديمه. كان فاتح مصنع خرده، احنا اللي كبرناه ونقلناه من خانه الملايين للمليارات. وبعدين يعني كفايه 50 مليون نصيبها تتبسط بيهم هي وجوزها واولادها. واي حاجه فضيله هتحتاجها احنا اخواتها. وهي في عينينا وقلبنا. السلام. السلام. طيب. نحب بقى ننهي المشاعر العائليه الرقيقه دي بمشاعر ألذ منها بشويه. واضح ان المنصوري باشا رحمه الله عليه كان عارفكم كويس. اتفضل يا متر. ده عقد السيد الوالد الله يرحمه كان متنازل بنسبه 33% من المصنع لموكلتي فضيله هانم المنصوري. تهيألي خلص الكلام. شد شد